الشمس هي السيد المسيطر دون انقطاع على حياة بعض الكائنات التي تستطيع البقاء في بعض المناطق. الضوء، الحرارة والجفاف. الشمس هي التي تقرر من يعيش ومن يموت. النباتات والحيوانات التي تستطيع البقاء حية بفضل تكيفها مع الظروف التي تفرضها الشمس والتضاريس والمناخ. الجفاف والحرارة والشمس الساطعة دون كلل عوامل شكلت هذه المناطق التي لا يتمكن من العيش فيها سوى الكائنات القادرة على المقاومة والتحمل. فتنمو غابات محاطة بالصخور تضربها أشعة الشمس بلا هوادة وتعاني شحا في المياه. هنا لن يتمكن من البقاء سوى الكائنات التي تكيفت جيدا مع قسوة ومتطلبات مملكة الشمس. إلى الشرق من القارة الإفريقية على بعد أكثر من 400 كيلومتر داخل البحر تقع رابع أكبر جزيرة على وجه الأرض. يعتبر وسط وشمال غرب مدغشقر موطنا لغابات الشمس أو غابات مدغشقر النفطية. المنطقة الوسطى في مدغشقر هي منطقة صخرية ذات أبعاد هائلة. إنها موطن الغابات النفطية الجافة التي تمتد من البحر وترتفع حتى تصل ارتفاع 800 متر. في موسم المطر تتساقط الأمطار بشكل معتدل، لكن في موسم الجفاف تتحول إلى صحراء قاحلة غير صالحة للعيش. وخلال تلك الأوقات فإن الطريقة الوحيدة للنجاة هي تعطيل نفسك، فتتخلص من أوراقك وتنتظر عودة المياه في استراحة تستمر عدة أشهر. حتى تتمكن من البقاء هنا عليك أن تتمتع بتكيف ممتاز كالزواحف التي يمكنها تحمل فترات الجفاف الطويلة، والطيور التي تستطيع احتمال قلة المياه، وحيوانات الليمور التي تتغذى على النباتات الليفية القاسية. أثناء فترة الرطوبة يغطي الأرض كساء أخضر يخفي النتوءات الصخرية الكبيرة، وتلك هي المنطقة الأساسية لقردة الليمور حلقية الذيل. لا تخشى هذه الفصيلة أشعة الشمس الصباحية، فتجلس في مواجهة الشمس فيما يشبه طقس العبادة بينما يتغلغل الدفء في أجسادها. في الواقع فإن قبائل مدغشقر تعتقد أن حيوانات الليمور تعبد الشمس حقا. الغابة التي يقطنها الليمور حلقي الذيل هي غابات فريدة،
إذ إن 90% من الفصائل التي تعيش فيها متوطنة ولا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر على كوكبنا. سببت قسوة هذه البيئة القاحلة تطور نباتات عالية المقاومة تكيفت بشكل خاص مع هذه البيئة الصخرية الجافة. بين الصخور يجد الليمور حلقي الذيل أكثر من 30 فصيلة مختلفة من النباتات التي يأكل أوراقها وثمارها ولحائها. وهذه واحدة من فصائل الليمور القليلة التي تأكل حتى الأعشاب. عندما تكون الظروف المناخية ملائمة تكون الحياة ممتعة ما لم يكن هناك خطر محدق. تجوب الحدائق الغابة بحثا عن الصغار ممن ابتعدوا عن زمرتهم. تشعر هذه المجموعة من حيوانات الليمور بالقلق، فإضافة إلى الحدائق التي تحوم فوق رأسها، هناك أفعى تتسلل تحت أقدامها. لكن رغم أن الخطر يبدو غير مقتصر على الحدائق فوق رؤوس المجموعة، فإن أفعى الأصالة لا تشكل خطراً حقيقياً إلا إذا كانت كبيرة. من الأفضل المغادرة بأسرع ما يمكن والاحتماء بالمظلة التي توفرها الغابة. الغابة التي تنمو بين الصخور تشكل نظاما بيئيا غريبا يوفر الغذاء والمأوى لعدد كبير من الحيوانات. فهي منطقة ذات شجيرات كثيفة وأشجار يبلغ ارتفاعها 20 مترا وهي في أوج ازدهارها الآن. بالنسبة للسحالي هذه جنة. فهي هنا تجد الحماية والغذاء الوفير. لكن ليس كل ما يتحرك يمكن أكله. الألوان الزاهية لجندب قوس قزح تنذر بكونه ساما جدا. وسيرفع جناحيه عند مضايقته في تحذير آخر بأن مذاقه ليس جيدا. الحرباء أيضاً راضية تماماً عن هذه الغابة الدافئة والخصبة وتتمتع بوفرة في الغذاء. تعلم الحرباء أن الجندب الملون سام، لذا تتركه يمر بسلام.
يتغذى هذا النوع من الجنادب على النباتات السامة، ويخزن المادة الضارة لاستخدامها سلاحاً ضد المفترسات المحتملة. حتى خلال عملية التزاوج، عندما تكون أكثر عرضة للخطر، لا يجرؤ أحد على مهاجمتها. لا هذه الحرباء الجائعة ولا تلك الغربان القوية التي هي في هذه اللحظة يائسة للعثور على طعام. يحفر هذان الغربان المرقطان التربة في أرضية الغابة النفطية. تتغذى هذه الطيور على أي غذاء متوفر، وهي الآن تحصل على البروتين من الحشرات والبذور التي تختزنها في منقارها القوي. في الجوار يبحث حيوان التنريك الشبيه بالقنفذ الأوروبي عن البروتينات على أرضية الغابة، فحاسة شمه القوية تقوده إلى الطعام. وكمعظم حيوانات التنريك، فإن وجبته المفضلة هي الديدان الموجودة بوفرة في التربة، والتي أصبحت طرية ومشبعة بفعل الرطوبة. عندما تكون التربة قاسية وجافة، يكون صيد الديدان والحشرات أكثر صعوبة. حتى الحرباء تغادر الأغصان بين حين وآخر لاستكشاف مناطق جديدة، لكن رحلتها هذه بطيئة بشكل خطير. تدرك الغربان أهمية هذه اللحظة، وهي حريصة على الاستفادة من الطعام. إذا رأت الغربان الحرباء، فإن مغامرتها ستنتهي في الحال. لكنها الآن بأمان. بنت الغربان المرقطة أعشاشها في أعلى الأغصان، وقد نمت أفراخها جيداً، وأصبح من الصعب تلبية احتياجاتها من الغذاء. في هذا الوقت يبحث الوالدان المرتبطان بصلة وثيقة في الغابة الواسعة ساعة بعد أخرى عن الطعام. بينما تصل رحلة الحرباء الخطيرة إلى هدفها، تأخذ الغابات النفطية الممتدة في غرب مدغشقر شكلاً غير اعتيادي، وتلجأ للرطوبة والحماية التي توفرها الأخاديد التي تجري خلالها الأنهار. هذه واحات من المياه والرطوبة والظل والطعام، وهنا تبقى الغابة خضراء نابضة بالحياة على مدار العام. في هذه الغابة المتوارية عن الأنظار، الحياة محمية من أشعة الشمس التي تضرب بلا رحمة بقية أجزاء الجزيرة، أما أوراق الشجر غير المحمية فتجف وتتلاشى. توفر الغابة المختبئة في الوادي الطعام والحماية لعدد كبير من الحيوانات. تبني الطيور الصغيرة أعشاشها في الأغصان المتشابكة في هذه الغابة الجافة،
عصفور التتراكا هو طائر غريب يعيش فقط في البيئة شبه القاحلة في محمية زومبيتسي. وينحصر وجوده كما هو الحال بالنسبة ل 51% من طيور مدغشقر في هذه الجزيرة. توفر هذه الغابات الصغيرة العديد من الثمار اللذيذة للليمور الحلقي، وتتطلع هذه المجموعة إلى أول ثمار التين الناضجة، فهي تسترخي بهدوء تراقب السماء فوقها. فليس كل ما يحوم فوق رؤوسها يشكل خطراً عليها. من بين الباحثين عن الثمار خفاش الثمار العملاق الذي يتولى المناوبة الليلية. خلال النهار تبقى هذه الخفافيش معلقة بشكل مقلوب على الأشجار الكبيرة في مستعمرات صاخبة قد يصل عدد أفرادها إلى المئات. تتغذى على الثمار وعصارتها، وهي مساهمة مميزة في إعادة نشر البذور، لذا يعتبر وجودها هاما جدا لتكاثر هذه الغابة الجافة. إنه موسم التكاثر، وتحت أجنحتها تخفي كل أم صغيرها الوحيد لحمايته من أشعة الشمس الحارقة. ستبقى هذه الصغار متمسكة بأجسام أمهاتها ليلا ونهارا لمدة 4 أشهر أو 5. والآن بعد سقوط المطر تحمل الأمهات فراخها لتأكل من الأشجار المزهرة. هذه أصعب اللحظات وأكثرها حرجا في حياتها، إذ يمكن للحداء والغربان مضايقة الأم حتى تفقد السيطرة على صغيرها فيسقط. سقط هذا الصغير أرضا من رحلة طيران وأصبح مصيره محتوما. رغم مناداته المتواصلة لأمه، إلا أنها غير قادرة جسديا على الهبوط أرضا لالتقاط صغيرها. لذا سيصبح جسده الصغير جزءا من سماد تربة الغابة. لا تهدأ الحياة في الغابة للحظة واحدة. المناطق الداخلية لهذه الأودية والأخاديد واحة دائمة وملاذ من أشعة الشمس. تستمتع الحشرات بتناول عصارة الأشجار وأوراقها وثمارها. هنا تبدأ سلسلة غذائية يستفيد منها السرعوف.
يمكن لهذا المفترس الضئيل تحطيم الهيكل الخارجي المكون من الكايتين لحشرات تعادل حجمه وابتلاعها بالكامل. بعد الانتهاء من وجبته، ليس هناك أفضل من الاغتسال للاسترخاء وإزالة بقايا الطعام. ينظف السرعوف نفسه بحرص بالغ في طقس لا غنى عنه. إنها لحظة من المتعة تركز فيها الحشرة كل اهتمامها. لذا فهي غافلة تماما عن الخطر الذي يهدد حياتها. يتحول الصياد إلى فريسة، ويصبح السرعوف وجبة مقرمشة في فم حرباء مدغشقر الضخمة التي تسعد باستعادة طاقتها التي فقدتها خلال رحلتها الخطيرة بحثاً عن مناطق جديدة. تحصل الحيوانات المختلفة مباشرة على الطاقة المتدفقة التي تولدها هذه الغابة. ما يبدو كأنه ثمار أو زهور لهذه الشجرة هو في الواقع حشرة. إنه زيز مدغشقر الوردي السيكادا، والذي يعيش حصريا في هذه المنطقة هو أيضا. تخترق آلاف الإبر ثمار الأشجار النفطية المتساقطة في هذه الغابة لاستخراج عصرتها الكثيفة. لا تترك الحشرات الناهمة من مختلف الفصائل أي ثمار أو بذور دون أن تأكلها. تتسبب وفرة الغذاء والعادات الاجتماعية لتلك الحشرات في مواقف حماسية مثيرة. يراقب سكان الغابة من الحيوانات الليلية ما تفعله تلك الكائنات الصغيرة التي تتجول في كل مكان. لم يحن الوقت بعد، عليها الانتظار حتى الليل. تبقى طيور البوم أيضا متنبهة لكل الأصوات حولها. رغم أن الوقت ما زال نهارا، إلا أن البومة لن تضيع فرصة إفطار مبكر. حيوانات الليمور الذواقة نشطة للغاية، وبعد التغذي على الطعام الوفير في الغابة ستكافئها. صحيح أنها تأكل أوراق الكثير من الأشجار، ولكنها أيضا تنشر البذور في الغابة، وستقوم الآن بشيء استثنائي. يمضي ليمور الكاتا، أكثر أنواع الليمور البري، ثلث حياته على الأرض، خاصة أثناء تنقله. مع حلول الغسق على الغابة يكتشف وجبة لذيذة مقرمشة، الحشرات.
هذا الليمور هو من الحيوانات القارتة، أي التي تتغذى على النباتات واللحوم معا. فعندما تبدأ الغابة بالجفاف وتختفي الأوراق والفواكه، تصطاد يرقات الحشرات والعناكب والجنادب وحتى الطيور والحرباء، لكن لم يتم تصويرها من قبل وهي تأكل الحشرات. بعد هذه الوجبة وقبل حلول الليل البارد، تأخذ كمية معتبرة من أشعة الشمس. فتجلس مستقيمة لتعريض مناطق حساسة من جسمها لدفء الشمس وأشعة المساء. تقاوم الغابات النفطية في مدغشقر الهجوم الوحشي لأشعة شمسها الحارقة، وتشكل نظاما بيئيا فريدا تسكنه مجموعة من النباتات والحيوانات التي تكيفت مع ظروفه القاسية، ولديها القدرة على البقاء على قيد الحياة في مملكة الشمس. هذه الغابات الشمسية القاسية والمتغيرة.